جولة رابعة من المحادثات كرسها الدنماركي لوليس جاد رئيس لجنة المراقبة الأممية على تطبيق المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار. تلك المرحلة التي أفشلها الحوثيون بالرفض والمماطلة، مبررين أن اتفاقية السويد تنص على انسحاب عسكري فقط مع الإبقاء على العاملين الإداريين والأمنيين في الموانئ المعنية. هذا التعنت الحوثي دفع لوليس جاد إلى الإعلان أن ميليشيا الحوثي تعرقل تنفيذ اتفاقية السويد. تغير هذه المرة التعذر من الجانب العسكري إلى الجانب الأمني والإداري، وكل ذلك في سبيل المماطلة في تسليم ميناء الحديدة. ولكن هذه الألاعيب قوبلت من جانب المجتمع الدولي ومن بريطانيا برفض تام. فزيارة وزير خارجية بريطانية إلى عدن تثبت أن الموقف البريطاني تغير من تجاه الميليشيات الحوثية، ولأنها قد ربما تفقد مصالحها داخل المنطقة أو تفقد ثقة مجلس الأمن في حل النزاع وإيقاف الميليشيات عند حدها. ميدانيا، صعدت الميليشيا الحوثية قصف منازل المدنيين في التحيتة وحيس جنوب الحديدة، مما أسفر عن سقوط نحو 30 شخصا بين قتل وجريح، إذ أمطرت مطاحن البحر الأحمر بتسع قذائف، بالإضافة إلى ما يقرب من 40 خرقا عسكريا ضد مواقع القوات المشتركة في مدينة الحديدة وأريافها الجنوبية. قاموا بقصف مواقع للقوات المشتركة ومواقع مدنية في كل من الدريهمي والتحيتة وحيس والجبلية. وتنص آلية إعادة الانتشار التي توسط فيها لوليس جاد على انسحاب الحوثيين من مينائي الصليف ورأس عيسى بمسافة 5 كيلومتر، وإعادة الانتشار خلال 12 يوما، وإقامة منطقة عازلة لتأمين مستودعات وقوافل الإغاثة الإنسانية نحو صنعاء وبقية المحافظات المرتبطة بالحديدة. سنة انقضت بالتمام والكمال على تعيين مارتن جريفيتس مبعوثا امميا الى اليمن دون تحقيق اي تقدم سياسي يذكر، لكن التحول المفاجئ والطارئ في الموقف البريطاني من اطراف النزاع اليمني كفيل بكسر الجمود الاممي وتزويد مسار الاحداث خلال الفترة المقبلة بحيوية اكثر وانهاء حالة الترهل السائدة على المستويين السياسي والعسكري. محمد المغاربي، قناة الغد.